السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، هو في السنة إن الواحد يعني يقصر الهدوم بتاعته وكده، طب أنا لو ما عملتش كده يعني عندي انعدام في البلد عادي، يعني أنا أعاقب على كده؟ قال رسول أعاقب يعني الله على كده؟ صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. ثم بينهم بقوله: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، هذا والنسوة يستثنين من هذا، والله أعلم. بلا شك أن النسوة يستثنين من هذا، لأن أم سلمة قالت: يا رسول الله، فالنساء قال يرخينه شبرا، أي من عند منتصف الساق ترخي شبرا. قالت: إذا تنكشف صدور أقدامهن. قال: يرخينه ذراعا ولا يزيدن على ذلك، والله أعلم.